اهلا بكم مشاهدينا الكرام وهذه الحلقه الجديده من همزه وصل، هذا المنطقه الذي نتواصل فيه بالحوار والمناقشه حول موضوع من الموضوعات المهمه التي تشغل الراي العام في مصر. نلتقي بعد قليل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد مع همزه وصل ليوم الاربعاء. في مثل هذه الايام ومنذ سنوات عديده من كل عام يتجدد الحديث حول نقص المياه، خاصه مياه الري، ولا سيما في منطقه محافظات دلتا مصر. ويشكو المزارعون دائما من بوار المحاصيل في بعض تلك المناطق نتيجه لنقص هذه المياه. ترى ما هي الاسباب الحقيقيه التي تؤدي إلى هذه الأزمة وكيف يمكن معالجتها؟ نحن في انتظار آرائكم حول هذا الموضوع. ماذا تفكرون في هذه الأزمة؟ ما هي الأسباب وما هي الطرق المثالية لمعالجة ذلك، خاصة ونحن مقبلون على قلق ومخاوف من نقص المياه بسبب السد الإثيوبي؟ في انتظار تعليقاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستكون مبينة على الشاشة دائما، على رقم المحمول 1451، على رقم الأرضية أيضا 09545، ومن خلال الرسائل النصية SMS على الهاتف المحمول على رقم 1410. كذلك يمكنكم أيضا متابعة إرسال تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال شبكة الإنترنت وعلى موقع قناة النيل للأخبار، من خلال فيسبوك وعلى تويتر على همزة وصل EG. انتظار مشاركاتكم وتعليقاتكم، ولكن أولا نبدأ بمشاهدة هذا التقرير الموجز الذي يلقي الضوء على موضوع المناقشة اليوم، ثم نعود معكم في حوار اليوم في همزة وصل. إذا نقصت مياه النيل قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل، هذا ما قاله الرئيس محمد مرسي مؤخرا في شأن أزمة مياه نهر النيل وما لها من تداعيات خطيرة على موارد المياه المتاحة في مصر وتأثيراتها الحتمية على ري المساحة الزراعية. قرار إثيوبيا الأخير بتحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد الألفية ألقى بظلاله على دول المصب وخاصة مصر التي تعتمد بشكل كبير على نهر النيل في مسألة الري وتوليد الكهرباء، وهو الأمر الذي يحتم علينا إيجاد طرق بديلة وموارد أخرى للري كالتفكير في إمكانية تحلية مياه البحر المالحة أو استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها. وكان مجلس وزراء المياه العرب قد أقر في ختام دورته الختامية في القاهرة قبل أيام استراتيجية جديدة تضمن الحفاظ على الأمن المائي في مصر والمنطقة العربية، ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرسمية التي تبذلها الدولة من أجل احتواء الآثار السلبية المترتبة على بناء السد الإثيوبي. مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل أكد أيضا على ضرورة الإسراع في بدء حوار جدي بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان لتحقيق المصالح المشتركة من وراء هذا المشروع. وبدوره أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري أن الدولة لن تسمح بالمساس بأمنها المائي ولن تسمح بأي نقص في حصة مصر في مياه النهر، مشيرا إلى أن مصر تعاني عجزا مائيا قدره 7 مليارات متر مكعب سنويا. قضية أمن قومي اتفق فيها جميع المسؤولين على عدم التفريط في قطرة مياه واحدة تحت أي ظرف، وهو ما يتطلب من جهة توعية الفلاحين وحثهم على تشييد استهلاكهم للمياه، ومن جهة أخرى عكوف الخبراء على دراسة كافة جوانب المشكلة ومحاولة إيجاد بدائل سريعة وفاعلة لمصادر المياه. إذن نقص مياه الري الذي يتجدد موضوعه ومشكلته في كل عام في مثل هذه الأيام، خاصة في منطقة محافظات الدلتا، هو موضوعنا اليوم. كيف السبيل إلى معالجة هذه المشكلة؟ أولا نطالع بعض التعليقات التي وصلتنا حول هذا الموضوع من خلال شبكة الإنترنت، من خلال موقع قناة النيل للأخبار مع الزميلة حنان عاطف التي بالطبع ستلقي الضوء على ما وصل من استفتاء
حول موضوع الأمس أولا ثم الموضوع اليوم حاليا. تفضل. أشكرك أحمد، أهلا بكم مشاهدينا. بالفعل أتعرف معكم على نتيجة استفتاء حلقة الأمس. طرحنا على حضراتكم سؤالا يقول: هل تغيرت صورة حزب الله بعد المؤازرة لقوات الأسد؟ ورد إلينا 46 صوتا يقولون نعم تغيرت صورته، وصوتان فقط يقولون لا. والآن مشاهدينا أنتقل معكم وسؤال حلقة اليوم. طرحنا على حضراتكم سؤالا كما ذكر أحمد: خيارات الحكومة في التعامل مع نقص مياه الري. يمكنكم التواصل من خلال اختياران، إما بترشيد الاستهلاك أو البحث عن مصادر بديلة أو طرح وجهات نظر ربما مختلفة تتراءى لحضراتكم. أبدأ التعليقات مع الأستاذ إسماعيل العقباوي يقول: خيارات الحكومة في التعامل مع نقص مياه الري عديدة، منها العودة لمشروع النيل الجديد من نهر الكونغو الذي بدأ بطرحه السادات، ومنها استخدام الوسائل الحديثة في الري بالتنقيط وليس بالغمر، ومنها البحث عن مصادر للمياه الجوفية الكبيرة مثل الموجودة في الوادي الجديد والصحراء الغربية، واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر وغيرها من الوسائل الفاعلة في توفير كميات كبيرة أخرى، منها أيضا الاستزراع في السودان وإثيوبيا لتوفير المياه والتقليل من أزمة زراعة المحاصيل الساحبة لكميات كبيرة من المياه مثل الأرز، ونشر الوعي الاستهلاكي للمياه بين المواطنين ليوقنوا أن قطرة مياه تساوي حياة. أما مشارك آخر الأستاذ عبدو شعبان يقول: الحل الوحيد هو تنظيم عملية فتح وغلق سريان مياه البحر للترع والمصارف. والآن مشاهدينا كان هذا جزءا من تعليقاتكم، عودة مرة أخرى لأحمد سليمان واستكمال باقي المناقشة. تفضل أحمد. إذن حنان سوف تتابعين مزيد من المشاركات والتعليقات من خلال تويتر أو فيسبوك، وأيضا نلتقي مشاهدينا الكرام على الهاتف لمشاركاتكم وتعليقاتكم بالصوت أو من خلال سكايب أيضا بالصورة. معنا الآن ضيوفنا الكرام في بداية الحلقة: دكتور مصطفى النجار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة، دكتور ضياء القوسي خبير الموارد المياه والري، وأيضا دكتور محمود فؤاد خبير الطاقة سيكونون معنا في بداية المشاركات. أبدأ أولا بالدكتور مصطفى النجار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة. دكتور مصطفى أهلا بك أولا. أهلا وسهلا. نعلم أن هذه المشكلة يتجدد الحديث عنها في كل عام منذ سنوات عديدة وليس اليوم، ترى ما هي الأسباب الحقيقية حتى نتحول بعد ذلك إلى طرق المعالجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك في الموسم الصيفي دايما بيبدأ وبتبدأ فيه زراعات الرز، ومعروف ان محافظات الوجه البحري وخصوصا محافظات كفر الشيخ والبحيرة من اكبر المحافظات مساحات للرز في الزراعة، وان هذه المحافظات بتقع غالبا في نهايات الترع الموجودة في جمهورية مصر العربية، وبالتالي معدل تدفق المية اليها بيبقى اقل خصوصا على الطلب المتزايد على كميات المياه لزراعة محصول الرز. ونظرا لان المحصول الرز من المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل اللي بتدر عائد كويس جدا على المزارع المصري، وهو بيقبل على زراعتها، وبالتالي ممكن يتجاوز بعض المزارعين في انهم يزرعوا بالمخالفة عن المقرر او المستهدف لهذه المحافظات. واحنا في سبيل هذا ان شاء الله بوزارة الزراعة بنعمل تركيب محصولي ان شاء الله اللي بيها بنحدد فيه مساحات الرز بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وبنعمل مشروع اسمه التوافق المائي. هذا المشروع بيحدد لي كميات المية المفروض انها تصرف للأحواض المزروعة من الزراعات المختلفة، طبيعي التعاون بين وزارة الري ووزارة الزراعة. إن شاء الله نأمل إن المزارعين يعني يلتزموا بتعليمات ويلتزموا بالمساحات إن بتزرع رز، بجانب إن عندنا في وزارة الزراعة بنحاول إن إحنا بندخل أصناف جديدة بتستخدم أقل كمية من المية، ولأن محصول الرز من المحاصيل الشرهة لاستخدام المية في حدود 600 ل 800 متر مكعب
ميه، فبالتالي احنا بنحاول نجيب اصناف من الرز تستهلك كميات ميه اقل، زائد اعمار بنحاول نوصل لاصناف جديده يكون اعمار الرز فيها اقل من 120 يوم. والحمد لله احنا وصلنا فعلا لبعض الاصناف، وبان شاء الله بنطبقها على اساس نتحكم في عملية المية ونرشد من استخدام المية. طيب دكتور مصطفى، أرجو أن تبقى معنا حتى نتحول إلى ضيفنا التالي، دكتور ضياء القوسي خبير موارد المياه والري. دكتور ضياء، يعني هناك تقليديا يلقب اللوم على زراعة الأرز، ودكتور مصطفى أشار إلى أن هناك تكنولوجيات أو وسائل جديدة وأنواع جديدة من الأرز سوف يتم إدخالها لتوفير استهلاك المياه، لكن هل الأرز فعلا فقط هو المسؤول عن الأزمة أم أن هناك أسباب أخرى في اعتقادك؟ والله هنا عندنا ثلاث محاصيل شرعت لاستخدام المياه. والثلاث محاصيل اثنين منهم بتحدد مساحتهم الدولة اللي هي الرز والقصب السكر. أما المحصول الثالث وهو ينتشر في هذه الأيام انتشارا كبيرا حتى في الأراضي الصحراوية اللي هو محصول الموز. وإن شاء الله أنا أتعشم أن يصدر قانون لتحجيم زراعة الموز وخصوصا في الأراضي الصحراوية. إنما ليست هذه فقط هي القضية الحقيقة، إنما القضية أن الأرز الدولة بتحدد مساحاته، وهذه المساحات منذ ما يزيد عن 10 سنوات لم يلتزم بها السادة الزراع. وهذه في حد ذاتها قضية خطيرة وخطيرة جدا. لدينا مشاكل أخرى أيضا، مشاكل عدم المساواة في التوزيع بين الزراع الذين يزرعون في بدايات الترع أو المسائي والزراع الذين يزرعون في نهايات. الواضح أن هناك جور من أصحاب البدايات على أصحاب النهايات. وهذه تخلق المشاكل الكثيرة وتؤدي أيضا إلى ضعف الإنتاجية المحصولية عند الاثنين، لأن اللي بياخد كثير الإنتاجية المحصولية بتقل عنده، واللي بياخد قليل أو أقل من المفروض الإنتاجية المحصولية بتقل عنده أيضا. عندنا مشاكل أخرى زي مشاكل تسوية الأراضي. لابد تسوية الأراضي تقلل وترشد استخدام المياه إلى حد كبير. عندنا مشاكل أخرى زي مشاكل الري الليلي، لأنه لو مارس الفلاح المصري، وخصوصا وإن منظومة الري في مصر ليست مصممة على التخزين وإنما مصممة على السحب لمدة 24 ساعة في اليوم، بمعنى هذا الكلام أن أي كمية من المياه لا تستخدم ليلا تتجه مباشرة إلى المصرف. وفي هذا فقد للمياه، فلا بد أن يكون هناك ري ليلي عشان نوفر هذه الكميات التي تتجه مباشرة إلى المصارف. أيضا إذا كان انحدار وميول الحقل أكثر من اللازم، أو ما يطلق عليه بعض الفلاحين في 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 الري، الري على اللمعة، والري على اللمعة معناها أن يترك المياه تنساب على سطح الأرض بشكل متسارع بشكل أو بآخر بحيث تتجه في النهاية إلى المصرف، وهذا السريان السطحي يؤثر بلا شك على الفصل. وهكذا وهنا مسألة الصرف دكتور ضياء، يعني هناك مشروعات تحدثت عنها وزارة الزراعة، تحدث عنها الخبراء كانت في السنوات الأخيرة، عن تعاون بين بعض الدول المتقدمة خاصة في تلك الزراعات سواء الأرز أو القصب، خاصة الأرز وبالتحديد اليابان. قيل أن هناك مشروعا لإعادة استخدام المياه المنصرفة من الأرز بحيث يتم تفعيلها وعدم صرفها كما تقول دون جدوى. ما مصير هذه المشروعات؟ هل يمكن تطبيقها بالفعل على الحالة المصرية؟ شوف، ليس هناك متر مكعب واحد من الماء يصرف من السد العالي ويتجه إلى البحر المتوسط قبل أن يستخدم من 3 إلى 4 مرات. إعادة استخدام المياه سياسة ثابتة لوزارة الري المصرية.
ليس فقط إعادة استخدام المياه، ولكن أيضا لنا طرق في التعامل مع ري حقول الأرز. وذلك لأن الأرز بخلاف المحاصيل الأخرى لا ينمو في الأراضي الجافة فقط، هو بينمو تحت ظروف تشبع التربة ووجود كمان ما يسمى بالمياه، طبقة من المياه موجودة على سطح الأرض بشكل مستمر. عشان كده احنا بنحاول ان يكون الصرف في اراضي الارز صرف مغلق، بمعنى ان تغلق المصارف الحقلية التي تقع تحت مزارع الارز، تطبب بمعنى اخر، نحط طبة في نهاية الماسورة بحيث ان الماسورة ما تصرفش. أرجو أن تبقى معنا دكتور ضياء القوصي خبير الموارد المائية والري، وهو يحدد أن المشكلة بالإضافة إلى مسألة المحصول تتمثل في عدم التزام أيضا المزارع بالقواعد المرعية، أن يهدر كثيرا من المياه. دكتور محمود فؤاد هو خبير في شؤون الطاقة. دكتور محمود، هناك من يتحدث عن أنه في ظل هذه الأزمة المائية التي تقلق الكثيرين خاصة في مجال الزراعة، أن مسألة تحلية المياه واستخدام الطاقة الشمسية أيضا في تحلية المياه ربما يكون من الحلول المطروحة. في اعتقادك، هل تعتقد أن هذا مجدي في الحالة المصرية؟ بالقطع أيوة، طبعا شيء مجدي، لأنه زي ما ربنا سبحانه وتعالى وعد مصر حار مخيطة بيها من حقيقة من ناحيتين سواء البحر الأحمر أو البحر الأبيض، وهذا أيضا طاقة شمسية عالية جدا من الممكن استغلالها ببساطة في تحلية المياه. تحلية المياه لها أكثر من تكنولوجي، لكن أحد تكنولوجياتها هو تحلية المياه عن طريق التسخين. والطاقة الشمسية هي توفر عنصر التسخين بنجاح شديد في الفترة الحالية برضو بأكثر من تكنولوجي، لكن التكنولوجيات نجحت بيها في مصر بشكل كبير جدا ومرشحة بشدة إنها توفر كميات هائلة من المياه لتوفير أي نقص أو أي احتياج زائد نتيجة التقدم الاقتصادي وخلافه والاحتياج البشري طبعا. وإن كان هناك دكتور من يقول إنه مسألة التحلية مكلفة للغاية، هو حاليا التكنولوجيات المستخدمة في معظم الوقت هي تكنولوجيات استخدام الكهرباء وتحلية المياه عن طريق استخدام الكهرباء، عن طريق حاجة اسمها ريفرس اسموزس أو الضغط الاسموزي العكسي، وده فعلا مكلف جدا، وده المستخدم في معظم الأماكن حاليا التي أو معظم مشاريع تحلية المياه في مصر. لكن احنا هنا بنتكلم على تكنولوجيات أرخص كثيرا باستغلال الطاقة الشمسية اللي حداها الله لمصر، ودي الحقيقة هيوفر جزء كبير جدا من الطاقة، لأن أنا أصبحت عندي أيضا أزمة طاقة، يعني مش عايز أنا أبتدي أستخدم كهرباء بشكل مبالغ فيه بينما أنا متاح عندي هذه الطاقة الشمسية بشكل كبير. والحقيقة مش ده التطبيق الوحيد، يعني هناك أيضا تطبيقات أخرى كثيرة، منها على سبيل المثال إن أنا لو هحتاج برضو استخراج مياه من المياه الجوفية، من الممكن جدا وفي مناطق بعيدة عن الكهرباء وخلافه، من الممكن ان انا استخدم طاقة الرياح او طاقة شمسية في توليد الكهرباء اللازمة لهذا العمل المستخدم في رمضات مختلفة. ايضا من الممكن جدا حقيقة ان انا في اماكن سياحية موجودة في مصر في توليد كهرباء على مدى الساحل، الكهرباء دي في الاخر بينتج عنها اذا كنا بنستخدم مولدات عادية او مولدات تربينية أو خلافه، كل الأحوال ينتج عندي شكمان بيخرج هواء ساخن من الممكن حقيقة إعادة استغلاله بدل ما يضيع في الهواء، وإعادة استغلال طاقة، يعني طاقة تعتبر ببلاش لأنها ناتج عن طاقة أخرى من الممكن أن أنا أخذها هي كمان وأبتدي أعمل بها تحلية المياه في المناطق السياحية دي. هناك الكثير من الأفكار الحقيقة التي يمكن بشكل مزدوج إن أنا أولد فيها مياه محلاة، مياه صالحة سواء للشرب أو للتطبيقات المختلفة اللي تستخدم فيها المياه، وكذلك في نفس الوقت عناصر لتوفير الطاقة اللي هي طبعا أصبحت أحد العناصر المهمة جدا في اعتباراتنا، ناخدها في اعتبار كل التطبيقات في مصر. دكتور
دكتور محمود فؤاد الخبير في مجال الطاقة، أشكرك شكرا جزيلا. إذن تحلية المياه هي وسيلة من الوسائل لحل هذه المشكلة، وأيضا مسألة التوعية والترشيد كما ذكر ضيوفنا الكرام. أشكر دكتور محمود والدكتور ضياء القوسي والدكتور مصطفى النجار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة. نتحول الآن مشاهدينا الكرام إلى بعض آرائكم ومشاركاتكم من خلال كاميرا همزة وصل التي نزلت ورصدت تلك الآراء في الشارع المصري. دكتور فاروق الباز قالها من كام سنة، في الصحراء الغربية عندنا في مصر في كم رهيب من المياه الجوفية الغير مستغلة، تغنينا تماما عن مية النيل وتغنينا تماما عن أي صراعات التي على المية. احنا لو استغلنا الآبار الجوفية اللي موجودة في الصحراء الغربية دي، ده نهر أنهار من المياه الجوفية الغير مستغلة. مياه الآبار نفح، نعمل آبار في كل أرض وخلاص. يعني عندنا الآبار الجوفية كويس، عندنا مياه جوفية كتير يعني ما شاء الله. مشكلة في المياه الري اللي هي ردم المصارف والمباني الكتير اللي على الأراضي الزراعية، فكان في مصارف وترع منشوقة دلوقتي اتردمت، والحكومة وزير الري مهمل خالص على ما بيسألش فيها. رشد الاستهلاك بس لازم اشوف وسائل أخرى برضك، أو أشوف الحل الطبيعي اللي ربنا بعته لنا، اللي أنا مثلا أنا أتنازل ليه عن حقي؟ أشوف حقي الأول اللي هو الكمية اللي جاية لي، بعد ما أخد حقي أبتدي أرشد. المفروض من المفروض الصح تطهر يعني الترع الاول وتطهر بمعنى الفلاحين عندنا المراوي، مفيش تطهير خالص. احنا عندنا في الصعيد احنا عندنا بابور هيسقي حوالي 200 فدان، عندنا صاحب البابور ما يرضاش يدور البابور، اتبقى الترعه في نص الترعه ما يرضاش يشغل الترعه، طبعا عايز يبوج هو الميه، عايز مثلا الترعه تبقى مليانه ينزل في المسارب ويطلب بالليل ايه الفدن تحت الميه، طبعا مش عايز يحمل المواطن، هيحاسب هو للسنه للسنه. انا عندي ارض والبابور بتاعنا، اي هنحاسب المزارعين للسنه للسنه عشان ايه انبوجوا، عشان لو شغلت البابور عندنا في الصعيد هيسقي حوالي 200 فدان. يروح التمريض وزارة الزراعة تزبط مع الفلاحين وتساعدهم ويروح التمريض. طيب إذن كانت تلك بعض الآراء للمشاركين من خلال كاميرا همزة وصل. مزيد من الآراء والتعليقات وصلتنا بالفعل، سوف تطلعنا عليها الآن الزميلة حنان عاطف. حنان، ماذا لديك من تعليقات وصلت إليك؟ نعم أحمد، أشكرك بالفعل، ورد إلينا عدد كبير من التعليقات، أبدأها مع أحدث التعليقات التي وردت إلينا الآن على الهواء مباشرة في همزة وصل مع الأستاذة هبة حمدي. تقول إحنا بنضيع ولا ضعنا أكيد في أمل. أما مشاركة أخرى معنا تقول يا جماعة أنتم ما سمعتوش وزارة الخارجية بإثيوبيا أمس صرحت أن سد النهضة هيتبني، سواء المصريين رفضوا أو قبلوا، وإحنا اللي بنعمله ده وصفوه بأنه راح عليه الزمن. أما مشارك آخر معنا الأستاذ أحمد خالد يقول تطبيق طرق وأساليب جديدة غير تقليدية وإيجاد مصادر بديلة لسد العجز المائي المستمر، وذلك بإدخال تكنولوجيات استمطار السحب وتكثيف المياه من الضباب والندى ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية. أما مشارك آخر يطرح علينا تساؤلا يقول لماذا لا ينفذ قنديل مشروعات تخص الطاقة الشمسية وغيرها؟ لماذا هذا الروتين المقيت في اتخاذ القرارات؟ أما أنتقل مشارك آخر معنا الأستاذ الخضر حسيب يقول النيل هو الحياة لمصر والمصريين، وللحفاظ عليه نتبع الآتي: أولا يجب دعم المعارضة في إثيوبيا، ثانيا يجب دعم الصومال في مطالبتها باسترداد ولايتين تحتلهما إثيوبيا، ثالثا يجب توطيد العلاقة بدول المنبع وتوطين المصريين على طول الشاطئ ومنابع نهر النيل، فالأراضي هناك متاحة ورخيصة الثمن، ونحن لدينا الخبرات في كل المجالات الزراعية والصناعية والتجارية. أما رابعا وقبل كل شيء يجب أن تهدأ المعارضة وتتوحد في اتجاه بناء الدولة.
ويتعلم الشباب أن الانتخابات فقط هي الطريق الوحيد للديمقراطية والتغيير حتى نصبح أقوياء في مواجهة أعدائنا. مع خالص تحياتي، مع خالص تحياتنا أيضا أستاذ حسيب، وتحياتنا لجميع المشاركين معنا في همزة وصل. أنتقل للأستاذ أحمد طاهر، يقول: ترشيد الاستهلاك وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر من شأنها حل مشكلة نقص مياه الري. أما مشارك آخر يقول: النيل هبة الله لمصر، فلا أحد يستطيع أن يمنع ما وهبه الله وما أعطاه للبشر، فالنيل عطية من الله، فلا بد أن نأخذ بالأسباب، ومنها عدم الإسراف في مياه النيل وترشيد الاستهلاك والبحث عن بدائل تحلية مياه البحار وحفر الآبار وتحلية مياه الصرف واستغلالها مرة أخرى في الري. أما الأستاذ سليمان السعيد فيقول: أولا، اتباع الطرق الحديثة للري والابتعاد عن طرق البديلة مثل الري بالتنقيط. ثانيا، إقامة محطات نووية وأيضا شمسية لتحلية مياه البحار وتوليد الكهرباء واستخدام المياه في الزراعة. أما ثالثا والأخيرة، المحافظة على مياه نهر النيل وقطع يد من يعتدي عليه. كانت هذه مشاهدينا جزءا آخر من تعليقاتكم، انتظروني سوف أعود إليكم مرة أخرى ومزيد من التعليقات، ولكن الآن عودة إلى أحمد سليمان ومزيد من المناقشة. تفضل أحمد. بالطبع حنان، نشكر مشاهدينا الذين أشاروا علينا ببعض المقترحات ربما تكون الجديدة التي لم يتطرق إليها المشاركون في المشاركات الأولى، ولعل من أبرزها استخدام المياه الجوفية في الري والتي أشار إليها أيضا بعض المشاركين في الشارع المصري. ربما يكون هذا هو السؤال الأول لأولى هذه المشاركات من لدينا الأستاذ سيد أحمد، وهو مواطن مصري مقيم في المملكة العربية السعودية. الأستاذ ياسر الهندي من محافظة الغربية، مواطن مصري أيضا. وسيكون معنا الدكتور محمود سعيد، الخبير في شؤون الري. أبدأ أولا بالأستاذ سيد أحمد، وهو مصري مقيم في المملكة العربية السعودية. أستاذ سيد، ماذا لديك؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا يعني بدائل كثيرة. نعم. لابد ان احنا يعني كشعب مصر لا نعتمد على ايه؟ على بديل واحد. لان ممكن الخيار اللي هو مثلا موجود بالنسبة لاثيوبيا ان خيار الحرب. هم مصممين على ان هم مستد. لابد من خيار بديل. احنا عندنا مصر مليانة بالموارد الطبيعية. انا هنا مثلا على سبيل المثال، احنا في السعودية هنا في زراعة، في صناعة، في محطات تحلية. نعم. بالقرب من البحر، فطبعا كل هذا بيفيد. نعم. كل ده بيفيد. فطبعا احنا لما نستخدم وعندنا طاقات وعندنا مصر مليئه بالثروات، ثروات طبيعيه وثروات بشريه، وبسم الله ما شاء الله، يعني مثلا عندنا ناس زي مثلا اللي هم يعني دكتور احمد زويل او امثاله، في نوارغ كتيره في المجتمع المصري ممكن يقدموا للبلد اشياء احنا ما نتخيلهاش. طبعا البدائل مثل المياه الجوفيه او حفر الابار، كل دوت بدائل. احنا ممكن احتمال ان هو مثلا يحصل ان السيول فعلا تبني السد، عشان الخيار اللي قدامنا ان احنا نهد السد، فعشان الخيار ده صعب، ولكن لابد ان احنا نستخدم الطاقات الاخرى من الحاجات. يعني الأستاذ سيد أحمد من المملكة العربية السعودية وهو مصري مقيم هناك، يرى أن الخيار العسكري يجب أن يكون مستبعدا، والذي أشار إليه البعض. الأستاذ سيد أحمد شكرا لك. أتحول إلى محافظة الغربية مع الأستاذ ياسر الهندي. أستاذ ياسر، ماذا لديك؟ ما هي البدائل التي تراها لحل هذه المشكلة؟ السلام عليكم. السلام حضرتك. هو في ممكن نوصل نهر كل نهر النيل جت حوالي تقريبا زي 100 كيلو جت اقتراح في حضرتك. اقتراح كان معروف ان هي اسرائيل من عشرات السنين وهي تلعب في النيل، حتى كان الخزاع في اسرائيل فضاج من عشرات السنين كنت اسمعها تقريبا القيمه اسكن عن المياه. فما دام هي حاطه في ده هناك يبقى ايه ورقه الضغط على اسرائيل، تبقى تمويل حماس بالاسلحه علشان اسرائيل تنشغل فيها. هتضطر اسرائيل تقول لك لا، وقف الحرب من حماس، هنقول لها انت وقفتي برضه السيف من اللعب في منابع النيل.
طيب دعني اسالك، نعم هذا هو اقتراحك الاستاذ ياسر الهندي من محافظه الغربيه، دعني اسالك باعتبارك من الغربيه ومحافظات الدلتا التي تعاني من نقص المياه في مثل هذه الفتره منذ سنوات عديده، هل تشعر انت هل تعمل انت في مجال الزراعه او قريب من مجال الزراعه وهل تشعر بهذه المشكله؟ لا والله ما شعرت بالتلك نقص المياه في الدلتا خالص في الغربية في المحل عموما ما شعرت بالدمها، بس هي تحصل فيما بعد معروفة لأن هي تنزل من حضرتك، بقول لحضرتك من عشرات السنين ويكون الحروب القادمة هتكون على المياه، توصل إن هي مصر هتخش في حروب وهي حوض وهي دول حوض النيل، فهو هيكون الضغط على إسرائيل بإنك تمول حماس، حماس هتضطر هتشتغل بقى إسرائيل هتقول لك وقف الحرب حماس لأن مصر هي الوسيط الوحيد. طيب خلاف ذلك البدائل الواقعية ما هي في اعتقادك؟ أنت ذكرت أنك لا تشعر بأي أزمة لديك في الغربية. لا ما فيش مشكلة. لا بس في حضرتك اللي هو توصيل نهر السنغر، ثاني حاجة إن المية اللي بتتفرق في البحر المتوسط لابد إن يتعمل سد وسرعة إن هو اللي هي نهاية النيل نفسه، ما فيش مية عذبة تتفرق في البحر. طيب استاذ ياسر، اذا تجمع في اعتقادك بين البديلين. استاذ ياسر الهندي من محافظة الغربية اشكرك واتحول الى الدكتور محمود سعيد خبير في مجال الري. دكتور محمود. ايوه اهلا بك. اهلا دكتور محمود، يعني هناك من اشار الى ان مسألة المياه الجوفية وحفر الابار ربما يكون بديلا ايضا وربما يكون افضل حتى او اقل اقتصاديا تكلفة من تحلية مياه البحر، ماذا ترى؟ هو حضرتك وزارة الموارد المائية والري وضع في سياسته المائية استخدام المياه الجوفية. بس هي سعادتك متوقفة عملية التكلفة متوقفة على العمق اللي انا انزل بيه بالبئر. يعني في بعض الاماكن زي الوادي الجديد ممكن انزل على عمق 1800 متر. فبتزيد التكلفة في الحالة دي. يعني عملية التكلفة بتاع حفر الابار المتوقفة على العمق اللي انا هركب فيه البئر. في الوادي الجديد ممكن اوصل لحد 1800 متر. فبتزيد التكلفة هنا في الحالة دي. انما وزارة الموارد المائية والري وضعت الاستراتيجية بتاعتها استخدام المياه الجوفية. والريدي ان احنا بنستخدم المياه الجوفية. لكن هناك من يقول دكتور ان المياه الجوفية ايضا لا يمكن استخدامها كما هي في ري الكثير من المحاصيل، وانها ربما لا تصلح لزراعة بعض او كثير من المحاصيل، هل هذا صحيح؟ طبعا الكلام ده مظبوط، لان انا هي متوقفة على صلاحية المياه للري. في بعض العناصر الموجودة وفي بعض التحليلات الكيميائية بشوف نسبة الاملاح قد ايه اللي موجودة في المياه، نسبة العناصر الموجودة قد ايه، البورن كام، الكلوريد كام، دي متوقفة على التركيب الكيميائي بتاع المياه نفسها. طيب هناك من يشير الى انه هناك دور، يعني ينبغي ان يكون في دور للحكومة ودور للمواطن ايضا متكاملين حتى يتم تحقيق الهدف المنشود بالنسبة للترشيد او استخدام المياه. شيء طبيعي حضرتك، في مشاريع رائدة في وزارة الزراعة حاليا اللي هو وحدة وزارة مشروعات تطوير الري الحقلي التابعة لوزارة الزراعة، ودي بتهتم بتطوير المسافي الخصوصية وتطوير المراوي الحقلية، ودي موجودة في 5 محافظات كبداية كمرحلة أولى. موجودة في أسيوط وسوهاج وقنا، وموجودة في البحيرة وكفر الشيخ، على أساس إن دي كفر الشيخ تعتبر في النهايات ومعظم المشاكل بتحصل في محافظة كفر الشيخ. هذا المشروع بيهتم برفع كفاءة الري إذا كان على مستوى القنوات الناقلة للمياه أو على مستوى الحقل نفسه، لأنه بيحصل فواقد كثيرة داخل الحقل. إذا كما يقول الدكتور محمود سعيد، فمسألة استخدام المياه الجوفية هي متوقفة على إجراء التحاليل الكافية، وأيضا ربما تكون مكلفة في بعض الأحيان. دكتور محمود سعيد خبير ري، أشكرك شكرا جزيلا. تحول إلى ضيفينا اللذين انضم إلينا الآن، الأستاذ عبد النبي عبد المطلب خبير الاقتصادي، والأستاذ رضا عبد الباسط خبير تسويق زراعي. أولا مع الأستاذ عبد النبي. أستاذ عبد النبي أهلا يا أستاذ أحمد، مساء الخير.
اهلا بحضرتك. يعني فيما يتعلق بالجدوى الاقتصاديه لهذه البدائل التي اشار اليها الخبراء، هناك تحليه مياه البحر، هناك استخدام الطاقه الشمسيه او الطاقه الكهربائيه في تحليه المياه، هناك استخدام المياه الجوفيه شق ابار جديده، بل ان هناك من اشار بعض المشاهدين الى انه الترشيد ربما يكون هو الحل الامثل. الجدوى الاقتصادية لهذه البدائل ما هي في اعتقادك؟ يعني اسمح لي أبدأ من آخر ما قلته. نعم. الحديث عن الترشيد. نعم. يعني الكل يتحدث الآن وكأننا نعاني أزمة قاتلة في المياه أو نقص في المياه. نعم. رغم أن كل الناس تعلم أن هناك يعني ملايين الأمطار المكعبة تذهب إلى مياه البحر، كلنا نشاهد الإسراف الشديد جدا في استخدام المياه النقية، وأكرر المياه النقية. يعني ما نستخدمه في الشرب والزراعة هو ما نستخدمه لغسل الأواني، لغسل المواشي، لغسل السيارات، لإلقائه في يعني في الطرقات والشوارع من أجل جذب القليل من الهواء. نعم. أنا أؤكد لك أن يعني حتى الآن لا نعاني من أزمة مياه، لا في هذا الوقت ولا خلال الربع قرن القادم. لا نعاني منه حقيقة، هو إدارة سيئة للمياه. يوجد إسراف. يعني تقصد أن المشكلة التي يشكو منها بعض المزارعين في بعض محافظات الدلتا في كل عام هي ناتجة عن سوء استخدام، سوء الإدارة. لا سوء. أما يعني يعني يعاني المصريين من سوء الاستخدام، لكن عدم وصول مياه الري إلى العديد من الزراعات ومن الأماكن في العديد من المناطق ده سوء إدارة. يعني المسألة هنا سوء استخدام بالنسبة للمواطنين وسوء إدارة بالنسبة لوزارة الري أو للحكومة التي لا تضمن وصول المياه إلى الزراعات والمزارعين. نعم. إيه الأسباب اللي بتخلق يعني اللي بتؤدي إلى قلة المياه في نعيات الترع أو لبعض المحافظات؟ نعم. يعني بقالنا أكثر من حوالي 10 سنين على الأقل لم تتم عملية لا توسيع ولا تطهير للترع من الحشائش ومن المشاكل، ده بيؤدي إلى يعني عرقلة مرور المياه. إذا نظرت إلى كثير من المصارف وكثير من الترع سوف تلاحظ أنها مليئة بالحشائش، بوريد النيل، بغيرها. كما أن عدم التطهير، يعني كان في شركة زمان اسمها شركة الكركات المصرية، كانت هي شركة تابعة أو شركة برغم أنها كانت تابعة لوزارة الاستثمار، لكن كانت بتقوم بأعمال توسيع الترع، تطهير المصارف، ده كان بيؤدي إلى زيادة انسيابية المياه ووصولها إلى الزراعات وعدم موت الزراعات. بقالنا 10 سنين الكلام ده ما بيحصلش، علشان كده بنلاحظ إن زيادة المقننات بشكل كبير جدا في بداية الترع وبداية المصارف وبداية القنوات المائية، ثم لا تصل إلى كثير من النعيات بشكل طبيعي. ده بيخسرنا إحنا في الأرض الزراعية وبيخسر المزارعين، بيخسر مصر الكثير من المحاصيل التي تموت عطشا نتيجة سوء الإدارة وعدم وصول المياه إليها، وبيخسر المزارعين اللي هم بيبقوا يعني دفعوا بعض الاستثمارات سواء في زراعات أو في محاصيل ثم ماتت منهم ولم يجنوا منها المحصول نتيجة تأخر مياه الري. اسمح لي في يعني في عجالة طبعا اتحدث عن الكلام اللي احنا قلناه عن الابار الجوفيه واستخدامها في او تحليه مياه البحر. نعم. احنا بنقول ان المساله يعني ابسط من ذلك كثير. احنا عندنا في الجزء الشرقي لمصر يعني في منطقه البحر الاحمر وغيره عندنا الكثير فعلا من الابار الجوفيه السليمه الصالحه للاستخدام للزراعه بحالتها. نعم. يعني لا تحتاج الى انواع من المعالجه ولا على غيره، والتكلفه الاستثماريه المطلوبه، لكن لماذا التكلفه الاستثماريه المطلوبه لاستخدام هذه الابار غير كثيره؟ بس ليه بقى؟ لانك تستخدمها في اقامه تجمعات في المنطقه اللي هي موجوده فيها، مش هنفحت ابار جوفيه عشان الميه في المواسير الى ري المناطق الموجوده في الدلتا، ده يعني اسمه خيال وعرض حاجات كتير. عندنا برضو في المنطقه الغربيه يعني جزء كبير يعني من هو بالطبع لم اعتقد انه لم يطلب احد نقل المياه من الصحراء الى منطقه الدلتا او مناطق اخرى، ولكن استخدامها في الزراعه بننمي المنطقه الموجود فيها هذه الابار. يبقى احنا بنكسب شيئين، بنخلق مجتمعات عمرانيه وزراعيه جديده، وبنوفر او بنستفيد بجزء اساسي مهم من المياه الجوفيه اللي ربنا حبانا بيها. ده موجود في الجهه الشرقيه وموجود ايضا في المنطقه الغربيه، لكن اقول لك ما زالت الحكومه وما زال المسؤولين وما زال الشعب المصري حتى الان يتحدث عن مشكله ندره المياه ومشكلات المياه، وفي نفس الوقت هو لا يتاثر بها ولا يشعر بها، بيفتح الحنفيه بتجيله الميه، بيغسل سيارته يعني بكذا برميل مش هقول كذا لتر، بيرمي طول النهار في الشارع ميه يقول لك عشان يجيني شويه هواء،
بيستخدمها بشكل مسرف جدا. منين بقى اطلب منه الترشيد وهو لم يشعر حتى الان بالازمه؟ الترشيد هو الحل في وجهه نظر من وجهه نظر الاستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. اشكرك شكرا جزيلا واتحول الان الى المشاركه التاليه استاذ رضا عبد الباسط خبير التسويق الزراعي. استاذ رضا، التسويق الزراعي والمحاصيل الزراعيه التي يقال انها تبور كثيرا في بعض المناطق خاصه في منطقه الدلتا لنقص المياه في هذا الموسم دائما من كل عام، ما هو السبيل الى حل هذه المشكله؟ مساء الخير على المشاهدين. استاذ رضا يعني ارجو ان يعني تكون في مكان فيه الاشاره افضل بالنسبه للموبايل لان انا اسمعك جيدا. تفضل. ماشي. عايز اقول ان قطر دلوقتي من اكثر عفوا نعم عفوا استاذ رضا عبد الباسط، يبدو ان الخط الهاتف ليس جيدا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ رضا عبد الباسط وربما نتصل بك في حلقات اخرى. نتحول الان مشاهدينا الكرام لمتابعه بعض التعليقات التي وردت الينا بالفعل من خلال شبكه الانترنت مع الزميله حنان عاطف. حنان. أشكرك أحمد. عودة من جديد مشاهدينا والتعرف على باقي التعليقات حول سؤال حلقة اليوم، ما هي الطرق ربما للحد من نقص مياه الري؟ ورد إلينا عدد كبير من التعليقات. أبدأ مع تعليق من مواطن مصري يقول: يجب على الحكومة المرور على نهر النيل بطوله فيوجد به مساحات بها طرح البحر من الزراعة ويهدر بها كمية من المياه لا حصر لها، فيجب تطبيق هذه المساحات بعمل رصيف على حرف نهر النيل للمحافظة على المياه المهدرة. أما مشارك آخر معنا الأستاذ ميدو الجزار يقول: أنا عايز أقول للحكومة لو بطلنا نشرب نموت، اتصرفي يا حكومة. أما مشارك آخر الأستاذ خالد وهو محامي بالنقد يقول: أرى أن تتوجه الحكومة بجدية لدراسة حقيقية لمشروع منخفض القطارة واستغلال كمية المياه العظيمة والمهدرة في البحر دون استغلال لها. أما مشارك آخر يقول: أنا أرى أن الخيارات عديدة، فمنها ترشيد الاستهلاك في المياه وانخفاض زراعة الأرز وقصب السكر ومعالجة مياه الصرف الصحي والاتجاه للبحث عن مصادر جديدة للمياه مثل الآبار واستخدام مياه الأمطار بطريقة صحيحة واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر. وكذلك ننتقل لتعليق آخر يقول: ثقتي كبيرة جدا في قياداتنا المصرية الحالية للتعامل مع الأزمة بكل حنكة سياسية وقانونية وغير قلق بالمرة. والآن مشاهدينا أنتقل معكم والتعرف على نتيجة استفتاء الحلقة خيارات الحكومة في التعامل مع نقص مياه الري. 3 أصوات قالوا بترشيد الاستهلاك و45 صوتا قالوا بالبحث عن مصادر بديلة. كانت هذه هي نتيجة الاستفتاء. انتقل مرة أخرى لأحمد سليمان ومزيد من المناقشة. تفضل أحمد. بالطبع وصلنا حنان إلى نهاية هذه الحلقة من همزة وصل يوم الأربعاء. موضوعنا غدا هو: ماذا ترون بشأن قرار الحكومة إلغاء توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة؟ هل توافقون على ذلك أم تعترضون؟ انتظار تعليقاتكم ومشاركاتكم دائما، ونلتقي غدا بعد موجز انباء الساعة 4 في همزة فاصل يوم الخميس.